جزاك الله خير، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة سورة مريم من السور العظيمة، والقرآن كله عظيم، ولكن هذه السورة تسمى ويسمونها المفسرون سورة الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى بدأها بالرحمة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وورد ذكر الرحمن في هذه السورة في آيات متكررة، فكل هذه السورة تتكلم عن الرحمة، عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وسميت سورة مريم لأن المرأة سبحان الله دائما أقرب إلى الرحمة، وهي المرأة الرحيمة بأبنائها في تربية أبنائها. لذلك تكلم الله سبحانه وتعالى وذكر في هذه السورة الرحمة بكثرة، وبدأ هذه السورة بالدعاء، ودعاء زكريا عليه السلام وقصته المعروفة حينما أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في سورة آل عمران وسورة الأنبياء وسورة مريم كل هذه القصة بتفاصيل معينة، وكانت دائما تسبق قصة مريم عليها السلام وقصة عيسى عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يصنع المعجزات بالدعاء، وكيف أنها تأتي المعجزات بفضل وبركة الدعاء. فزكريا عليه السلام كبير في السن، يقول المفسرون أنه وصل عمره 120 سنة، وزوجته وصل عمرها 98 سنة وهي عاقر يعني عقيم. ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بنداء خفي وقرب من الله سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول علماء أنه كان يقول يا رب يا رب يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى لبيك لبيك لبيك. وقال المفسرون أنه نداء خفي، لأن الأنبياء هم أعلم بالله سبحانه وتعالى وبقربه من عباده سبحانه وتعالى وإجابته لدعائهم، فرزقه الله سبحانه وتعالى هذا النبي يحيى عليه السلام وآتاه الحكم صبيا. يقول العلماء أن كان الأطفال يطلبون أن يلعب معهم فيقول لم نخلق لمثل هذا، ورد في بعض القصص. فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب، لذلك من السنة أنك تدعو الله سبحانه وتعالى في خفاء وبصوت منخفض، هذه من أداب الدعاء التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون بعيدا ولا غائبا، ولكن تدعون ربا سميعا عليما قريبا. فينبغي على المسلم أن يكثر من الدعاء، خاصة من يمر بضائقة، سواء لم يرزق بالذرية أو ضائقة مالية، كل هذه الأشياء الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، خصوصا ونحن على قرب شهر رمضان المبارك، وهو شهر الدعاء وشهر إجابة الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بيض الله وجهك وجزاك الله خير، وما شاء الله على هالصوت الندي وعلى هالهدوء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللي تعليق على التفسير هذه أو هذا الوجه من سورة مريم، تكلم عن جانب واحد فقط لا غير، وهذا الجانب نحتاجه في كل وقت وكل حين، ونحن مقبلون على شهر رمضان، يعني نحتاجه بكثرة الحقيقة هذا الجانب، لا وهو الدعاء. الآن زكريا دعا الله سبحانه وتعالى بأمر عندنا اليوم مستحيل، صح ولا لا؟ صح. واحد عمره 120 سنة وزوجته عاقر عقيم، الناس يشوفونها مستحيل، فدعا الله سبحانه وتعالى بدعاء خفي، قيل أنه مستتر عن الناس، يعني خاف يقول يا رب أعطني ولد الناس يضحكون عليه، وش ذا أنت؟ وين تجيك ولد من؟ وش ذا الدعاء؟ صح ولا لا؟ فدعا ربه بدعاء خفي، وقيل أنه في قيام الليل، فبينه وبين الله سبحانه وتعالى مثل ما قال الشيخ يا رب يا رب يا رب، فقال الله سبحانه وتعالى لبيك لبيك لبيك. لما دعا الله سبحانه وتعالى استجاب الله له، لاحظوا يا اخوان بين الامرين، هذا دعا واستجيب له، لما استجيب له هو استغرب نفسه، قال ربي انا يكون لي غلام؟ من وين يجيني هالولد؟ انا كبير وزوجتي عاقر، من وين؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، انت تطلب الله سبحانه وتعالى.
طيب أنا أريد أنا الآن أدعو الله بدعاء مستجاب، كيف؟ أنت تريد تدعو الله بدعاء مستجاب، كيف؟ أنت يا أيتها المشاهدة اللي في بيتك تريدين تدعين الله سبحانه وتعالى بدعاء مستجاب، كيف؟ أسمع هذه الأدعية مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ألظوا بها ذا الجلال والإكرام فإن من دعا بها استجيب له. الله، هذه واحدة، سجل عندك، سجل قحطاني، سجل الشيخ سعيد، أنا أعرفك ما شاء الله. ترى بنسألكم بعد ما يخلص الشيخ. والله شفت اللي في آخر الفصل، والله ما يفلح. لا لا لا, لا, لا يفلح. والله هالعصا ذي ما شاء الله علامة خير ذي. إن شاء الله بطلع مصطفى اليوم. إن شاء الله هو. أول واحدة. يا ذو الجلال والإكرام. يا ذو الجلال والإكرام. الله أكبر. الأمر الثاني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذه الثانية. جاءت أم سليم، شوف هذه تصلح الحريم سهلة، أم سليم امرأة و النساء بيتأثرون بأم سليم. أم سليم من هي أم سليم؟ هذه والدة أنس بن مالك، بركتها عظيمة على الأمة كلها. نعم. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله علمني دعاء أدعو بها يعني بهذه الكلمات، علمني كلمات أدعو بهن. قال: لاحظ شوف كيف سهولة هذا الدعاء وكيف مستجاب بعده سبحان الله. قال: تسبحين الله عشرا وتحمدين الله عشرا وتكبرين الله عشرا ثم سل الله ما شئت، يقول الله سبحانه وتعالى: قد فعلت قد فعلت. الله أكبر. وش رأيكم، صعب ولا سهل هذه؟ الله أكبر ما شاء الله. وفي غيرها بس أنا بكتفي بهذه حتى يعني تحفظ، ويعني إنسان دائما يدعو بها ربه سبحانه وتعالى. الله يوفقكم. ما شاء الله تبارك الله. يا مال غناء أبو نايف، سم أبو نايف، عقبك النبي الجهة اللي علمين شيخ صالح بعده أبو نايف. سم تدبر الآيات حقيقة نحتاج إليه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نرجع لذكر الشيخ أن قصة زكريا وردت في موقع كذا موضع من القرآن، لكن حقيقة الموضع اللي يلامسنا في هذا الواقع لما جاء زكريا إلى مريم ووجد عندها طعام وغير وقته، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وش سوى زكريا؟ بعض الناس الله يهدينا وإياهم إذا شاف بعض الناس في نعمة وفي سيارة زينة ولا بيت زين ولا كذا تسلطوا عليهم، وين جته منه؟ أكيد كذا أكيد كذا، بدأوا يشككون. زكريا عليه السلام شتان بينه، وهذا درس نربي فيه أنفسنا ونربي فيه بيوتنا. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، الله، يعني قال اللي عطى مريم صح يعطيني. أكيد دعا زكريا ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وش فاك سهولة وما أسرع من صح ولا لا صحيح. أن الله يبشرك بيحيى، ويحيى أول اسم، ومن اللي تسماه؟ الله سبحانه وتعالى، لم نجعل له من قبله سمية. وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ثم قال في السبب في هذا كله: وأوصي أحبتي وأوصي نفسي وبارك إيش برا بوالديه. فانظروا إلى البر كيف يؤثر، كيف يجعل الإنسان في عز، وكيف يجعل الإنسان في حقيقة يعني في حياته. أنا أذكر أحد الشباب كان بار بوالده، بار، وكان والده في غيبوبة، فكان يقرأ عليه أحد المشايخ من توفي قريب الله يرحمه ويجعله في جنة النعيم، يقول: هذا الشيخ لما طلعت جيت بطلع أنطق الله هذا الأب، وأنا أعرف الأب معرفة تامة في غيبوبة. قال: يا شيخ إذا الله، إذا أنك
تبي ولد صالح ادعن الله يرزق مثل ولدي هذا. الله أكبر. الله الله. ثم عود في غيبوبته. يقول الولد لي، يقول ما أخبرني الشيخ إلا بعد وفاته، بعد وفاة الوالد بسنوات، قال ترى أبوك قال لي كذا وكذا وكذا. فانظروا إلى قضية البر كيف تؤثر، حتى يعني أنطق من في غيبوبة. زكريا يحيى شوف كيف البر وش سواه. فأنا أوصي نفسي وأوصي أحبتي بقضية البر، والبر موصول بالبنات والبنين العيال. يعني الأب اشتره وانقطعت خلاص، نهمل خواتنا نهمل أخواننا؟ لا، هذا الامتحان الحقيقي في قضية البر. هذا بس تعليق حول هذا الموضوع. الله يبيض وجهك ما شاء الله تبارك الرحمن، جزاكم الله خير ومن خير في خير ما شاء الله. الشيخ صالح الفنتوخ أبو محمد، ودنا نسمع تعليق بسيط. جزاك الله خير، الله يرحم والديك. الآيات مليئة بالفوائد، بس أنا بتكلم عن نقطة واحدة ويمكن أشاروا لها الإخوان، بس أني سأعطيك فيها إفادات، خاصة شهر رمضان مما يتميز فيه الدعاء حقيقة في الوتر وفي القيام وفي حال الإفطار. وبينت الآيات، قال نداء خفية. النداء الخفي هذا فيه فوائد عظيمة جميلة جدا جدا. من أهمها أن الإنسان في النداء، أنت من تنادي يا أخوان؟ أنت تنادي الله، يعني نداء بينك وبين من؟ بين الله سبحانه وتعالى. وقال هنا خفية، يعني خفي، ما في إعلان ولا في أحد يشاهدك، بينك وبين الله. هذه أول أمر. في الأمر المهم قضية إيمان يا أخوان، الإنسان ما يرفع يده وينادي إلا هو مؤمن من داخل نفسه بوجود رب يسمع له. ولهذا يقول لك أن لذة المنادات إذا أحس بها الإنسان نسي كل المخلوقات التي جواره، يعني نسي أخوه، نسي جاره، نسي عمه، نسي مثل ما يسمون الناس الفزعات كلها، والتجى بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لهذا الدعاء بعض الأحيان إذا أغلقت في وجهك كل الأبواب، رحت اللي بيفزع ورحت اللي بيعطيك ورحت اللي بيساعدك، ما خلاص رفعت يدك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهنا ترى قضية أنك ترفع يدك ولا يشاهدك أحد، في إيمان منطلق من قلب الإنسان يسمى النداء، النداء الخفي هذا يسمى لذة المناجات. ولهذا إذا حصل الإنسان لديه لذة المناجات وأغلقت كل الأبواب ولم يبقى إلا باب الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، انتهت الأبواب. ولهذا الدعاء الخفي فيه إخلاص، لا يشاهدك فيه أحد ولا يطلع عليك أحد، يعليك الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى في قضية الدعاء، يمكن الأمور هذه لا تخفى على المشاهدين ولا على الإخوان اللي معي، الله سبحانه وتعالى يحب اللحوح. قال الله عز وجل، قال ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني فيه ارتباط بينك وبين الله، شيء موجود أصلا، بس أنك تحتاج أنك مثل ما يقولون تحكه شوي ويطلع الإيمان الحقيقي ويطلع النداء ويطلع المناجات. والله سبحانه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا أخوان أنا لن أتكلم إلا بآخر آية هذه، فإني قريب. انظر إلى الصياغة القرآنية البلاغية الجميلة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين، ووفقنا وإياكم للنداء ويقبل منا. وعاد ما يحتاج، يمكن الأخوان كلهم يعرفون والمشاهد يعرفون أن الدعاء له ثلاث، يستجاب أو يصرف عنك أو يدخره الله لك سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم حطنا بسم الله. يقول لا تسأل أن بني آدم حاجتك، واسأل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب أن تركت سواله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب أنك ما طلبته ولا دعيته، وبني آدم لا قلت له أول مرة ثاني مرة قال خلاص طولتها معه. الله يجزاكم خير. جميل. أبو ناصر.